نختتم اليوم فعالية المؤتمر 38 للصحفي الضفتين والذي امتد على مدى 4 أيام هنا بتطوان المضيق وكذلك بالرباط. أهم ما يميز هذا الختام هي التوصيات المرفوعة من طرف المشاركين الصحفيين مغاربة وإسبان وكذلك وباحثين في المجال والذين يؤكدون في هذه التوصيات أساسا على المبادرة أو المبادرة فعلا الإسبانية بالاعتراف بالمبادرة المغربية التي تتحدث عن الحكم الذاتي في الصحراء المغربية. هذا الأمر نؤكد عليه أيضا وهو أن هناك اهتمام كبير من طرف الصحفي الإسبان المشاركين بالتحولات التي يعرفها المغرب وما وذلك تبين أيضا في مجموعة من العروض. نؤكد مجددا على أن هذا المؤتمر يرمي إلى أن جعل يعني هناك تقارب بين الضفتين وخاصة على مستوى الدبلوماسية الموازية بين الإعلاميين وهو ما تم التركيز عليه أيضا الأمس في زيارة للبرلمان المغربي بحيث تم تقديم عروض حول الدبلوماسية البرلمانية والجهود التي يقوم بها البرلمان المغربي في هذا المجال. فعلا الصحفي الإسبان وكذلك الزملاء المغاربة كان يعني لهم بهار كبير. الصحفي الإسبان أعجبوا فعلا بالبرلمان المغربي كبناية يعني وكأنهم يزورون متحف تقليدي بكل ما تحمل الكلمة من معنى. كان هناك انبهار أيضا بالاستقبال وهو دي مناسبة لنحيي الإخوان هناك في الاستقبال وكذلك فيما قدموا لنا من عروض. El 38 Congreso de Periodistas del Estrecho vuelve a tomar su agenda de trabajo y además este año viene con novedades. La diplomacia paralela como solución para seguir estrechando relaciones entre España y Marruecos obliga a los periodistas a tomar partido y además a incrementar los canales de colaboración. En este caso hemos dejado sentado con claridad que en los próximos meses podremos entrar a colaborar con la Universidad Marroquí al objeto de formar a los futuros periodistas también en la lengua española y en el trabajo interfronterizo.